بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة إن شاء الله إشارة الدالة. إشارة الدالة عندي أولاً الدالة الثابتة. الدالة الثابتة بيكون شكلها دالة س يساوي أ، حيث أ ده عدد ينتمي حق، يعني عدد حقيقي. إشارة الدالة لما أجي أحددها بتكون متحددة تلقائيا بإشارة الألف. يعني لو قلنا مثلا أكمل دالة س بتساوي 3، الدالة هنا بتساوي عدد موجب ولا عدد سالب؟ يعني أنا لو قلت دالة الخمسة تساوي 3، دالة السبعة تساوي 3، يعني لو حطيت س بأي ناتج أو بأي قيمة هنا هيكون ناتج الدالة عدد موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى إذا الدالة دي موجبة لكل س تنتمي الحق. دالة س بتساوي سالب 4/5، الدالة بتساوي عدد سالب، الدالة بتساوي عدد سالب، يعني أي س هعوض عنها جوه الدالة هيكون الناتج سالب. دالة الواحد سالب 4/5، دالة التلاتة سالب 4/5، يبقى الدالة سالبة لكل س تنتمي الحق. يبقى إذا الدالة الثابتة ما فيهاش مجهود في تحديد الإشارة، العدد اللي بتساويه بتكون هي دي إشارة الدالة. لها نفس، يبقى دالة س بتساوي أ، لها نفس إشارة العدد أ. ده كده بالنسبة للدالة الثابتة. لو اتكلمنا عن الدالة الخطية أو دالة الدرجة الأولى، دالة الدرجة الأولى اللي تكون في صورة دالة س بتساوي معامل لس زائد عدد أ س زائد دالة س بتساوي أ س زائد دالة من الدرجة الأولى. لما أحب أحدد إشارة الدالة دي أول خطوة بساوي الدالة بصفر، بساوي الدالة بصفر. مثال عشان افهم، لو قال لي ابحث إشارة الدالة دالة س بتساوي 2 س ناقص 6، السؤال ليك بقى فكر كده معايا، الدالة دي لو انا طلبت منك اوجد دالة 5 تطلع بكام؟ يعني عوض عن س ب5 هيطلع الناتج 4 يعني موجب. طب هات لي دالة 6 هيطلع ناتج موجب ولا سالب؟ موجب. دالة 4 دالة 3 موجب سالب، لا صفر. دالة الاثنين سالب، دالة الواحد سالب. يبقى إذا لو أنا عوضت بعدد أكبر من الثلاثة هيكون الناتج موجب، لو عوضت بعدد أقل من الثلاثة بيكون الناتج سالب، لو عوضت عن الثلاثة بالظبط عن س ب3 بيكون الناتج صفر. يبقى عشان احدد الاشاره بدل ما اقعد اجرب بالاعداد، اول خطوه عندي بساوي الداله اللي قدامي بصفر، بوضع داله س بتساوي ناقص بتساوي صفر، داله س بتساوي صفر، يبقى 2 س ناقص 6 بتساوي صفر، يعني 2 س هتساوي 6، اذا بالقسم على 2 س هتساوي 3. كده انا جبت قيمه الس. برسم خط الاعداد، خط الاعداد اللي احنا متعودين عليه اللي هو سالب 2 سالب 1 0 1 2 3 4 وهكذا. هاجي عند الثلاثه واحدد، انا الداله حطيتها بصفر قيمه الس بقت 3، معنى اللي انا كاتبه ان الداله قيمتها كانت بصفر عندما س ب 3. طيب المنطقة دي لو أنا هوصف الأعداد اللي موجودة على خط الأعداد في المنطقة
الاعداد دي تتوصف بانها اكبر من 3 ولا اصغر من 3؟ يبقى المنطقه دي س اكبر من 3. طب لو عايز اكتبها في صوره فتره يبقى من 3 الى ما لا نهايه، ده تسميه المكان ده. طب بنفس الطريقه المنطقه دي صفتها انها كل الاعداد اللي فيها اقل من 3، يعني س اقل من 3. سمعت زميلتنا بتقول كل الاعداد اللي هنا سالبه، مين اللي قال ان الاعداد اللي هنا سالبه؟ الاثنين سالب، الواحد سالب. يبقى اذا الاعداد دي صفتها انها س اقل من 3. لو هكتبها في صوره فتره تبقى من سالب ما لا نهايه ل3. يبقى انا بدايه خط الاعداد هنا ده متجه نحو سالب ما لا نهايه وده متجه الى ما لا نهايه. يبقى لما اجي احل اشاره الداله برسم خط الاعداد والاربع بيانات دول السالب ما لا نهايه وداله س وس لازم تكون موجوده على خط الاعداد. نرجع تاني لتفاصيل المساله. حطينا الداله بصفر طلعت لي س ب3. اي عدد من المنطقه دي عوض بايه كده في الداله؟ هيديني عدد موجب ولا سالب؟ يبقى هنا هيديني عدد موجب. هنا لو خدت اي عدد اقل من 3 وعوضت هيديني عدد سالب. الكلام ده بعد ما اوجدته بوصفه. ازاي؟ يعني انا بقول دلوقتي الداله اشارتها ايه؟ في فترة تخص السينات من كام لكام؟ من 3 لما لا نهاية. الدالة شريطها ايه في المنطقة دي؟ في الفترة من سالب ما لا نهاية ل3. الكلام ده عايز اكتبه. يبقى هقول دالة س موجبة واقول الفترة اللي موجودة تحتها من 3 لما لا نهاية. يبقى عندما س تنتمي للفترة من 3 لما لا نهاية. دالة س سالبة عندما س تنتمي للفترة من سالب ما لا نهاية ل3. طيب هل دايما دالة س موجبة أو سالبة بس؟ في حالة تالتة في النص هنا إن الدالة بتساوي صفر. دالة س بتساوي صفر عندما س تساوي 3. طيب السؤال هل دايما بتبقى على اليمين موجب والشمال سالب؟ قال لي لا، ممكن تكون على اليمين سالب والشمال هو الموجب. على اي اساس؟ قال لي احنا في خطوات الحل هنا بعد ما بنساوي الداله بصفر، لو انا ساويت الداله هنا بصفر هتكون قيمه الس سالب ب على ا، سالب ب على ا. هنا دالة س وهنا س. طيب الدالة هنا اشارتها على اليمين هتكون ايه؟ موجبة ولا سالبة؟ قال لي مثل إشارة معامل س. يعني إذا كان معامل الس موجب هكتب هنا موجب، معامل الس سالب هيكون هنا سالب، وهنا عكس الإشارة. يعني إذا كتبت هنا موجب يبقى لازم يكون هنا سالب، إذا كتبت هنا سالب يبقى هنا تعال نشوف مثال آخر. دالة س بتساوي 4 ناقص س، والمطلوب ابحث إشارة الدالة. قلنا أول خطوة هتبقى إيه يا شباب؟ أساوي الدالة بصفر، يبقى 4 ناقص س هنحطها بصفر، يبقى هندي للس تبقى س بتساوي 4. س بتساوي 4، هرسم خط الأعداد، هكتب دالة س وس، هنا سالب ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية. حطينا الدالة بصفر طلعت السين ب4.
الإشارة اللي تدل إنها تكون موجبة ولا سالبة مثل إشارة معامل س، معامل س تدل لك إن إيه؟ سالب، يبقى هنا سالب. وهنا العكس يبقى هنا موجب. عايزين نكتب ده نعبر عنه بالكتابة. الدالة إشارتها في الفترة من 4 ملا مئة، الدالة إشارتها في الفترة من سالب ملا مئة ل 4. نكتب الكلام ده، دالة س سالبة عندما س تنتمي للفترة من 4 ملا نهاية، ودالة س موجبة عندما س تنتمي للفترة من سالب ما لا نهاية لأربعة. دالة س بتساوي صفر عندما س بتساوي أربعة. كده أنا بحثت الإشارة، حددت قيمة الدالة خلال الفترة أو إشارة الدالة خلال الفترة. يعني أنا لو عوضت بأربعة بخمسة بستة لازم يكون الناتج سالب، لو عوضت بحاجة أقل من أربعة تلاتة اتنين واحد سالب واحد هيكون الناتج كمية موجبة. الشباب ينقلوا لي الكلام ده ونحل مع بعض التمرين ده. ابحث إشارة الدالة دالة س بتساوي أربعة ناقص اتنين صفر سالب اتنين. دلوقتي هنتكلم عن إشارة الدالة التربيعية، ثالثا إشارة الدالة التربيعية أو دالة الدرجة الثانية اللي هي بتكون في صورة دالة س بتساوي ألف س تربيع زائد ب س زائد د. ده كده شكل الدالة التربيعية. لما بساوي الدالة صفر زي نفس طريقة الدالة الخطية بيكون سويت الدالة بصفر هيطلع لها مثلا جذرين لام ومين. حطيت دي سويتها بصفر طلعت لي جذرين لام ومين. برسم خط الأعداد دالة س وس، هنا سالب ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية. الدالة ما طلعش ليها جذر واحد، طلع لها جذرين. اللام والميم، ادي الجذرين اهم. على حسب وضعهم على خط الأعداد. على حسب وضعهم على خط الأعداد، يبقى اللام أكبر ولا الميم أكبر؟ لا، على حسب. يعني ايه على حسب؟ انا بقول اللام والميم دي قيم على خط الاعداد ايهم اكبر؟ اللام. ليه؟ ده خط الاعداد كل ما بتتجه ناحيه اليمين بيكون العدد بيكبر. مثلا واحد وخمسة سالب اثنين وثلاثة يبقى لازم الكبير على اليمين. بعد كده عايزين نحدد إشارة الدالة، عايزين نحدد إشارة الدالة على أطراف خط الأعداد بيبقى مثل إشارة معامل س تربيع. هنا مثل إشارة معامل س تربيع. في النص بين الجذرين عكس. يعني لو كان معامل س تربيع موجب يبقى هنا موجب وفي الوسط بين الجذرين سالب. إذا كان معامل س تربيع سالب بيبقى الطرفين إشارة الدالة فيهم سالب وفي الوسط بين الجذرين بتبقى موجب. تعالى نشوف هل دايما الدالة التربيعية بيكون لها جذرين؟
ممكن يكون لها جذرين حقيقيين مختلفين بما لا شك. طب لو جذرين حقيقيين متساويين اللي هي بيكون فيها المميز بصفر. اذا كان دالة س بتساوي صفر لها جذران متساويان بيساوي اللام مثلا. في الحالة دي بيبقى الجذرين انطبقوا على بعض لام ولام. هنا دالة س وهنا س. المفترض ان عندي بين الجذرين بيكون عكس، بين الجذرين بيكون عكس وعلى الاطراف مثل. طب انا كانت المنطقه اللي على الاطراف مثل وفي النص عكس، دلوقتي الجذرين انطبقوا بقى جذر واحد، يبقى المنطقه العكس هي اللي اختفت، الجذرين قربوا من بعض لحد ما انطبقوا بقى على اليمين والشمال مثل معامل س تربيع، هنا مثل معامل س تربيع، يعني مفيش عكس على خط الاعداد. ده لما الدالة التربيعية يطلع لها جذر واحد. طب لو الدالة التربيعية ملهاش جذور حقيقية، يعني دالة س تساوي صفر ليس لها جذور حقيقية. لو كانت دالة س ليس لها جذور حقيقية، في الحالة دي دالة س ارسم خط الأعداد ومش هيكون أي خط او اي قيمه للسناد للجزه خط الاعداد، هيبقى كل خط الاعداد مثل الف. يعني اذا كان معامل السين تربيع الالف موجب تبقى كلها موجب، اذا كانت سالب هيكون كلها سالب. تعال نشوف مثال للكلام ده. مثال اربعه، ابحث اشاره الدالة دالة س بتساوي س تربيع ناقص 5 س زائد 4. بنفس الخطوات اللي كنا بنتعامل بيها مع الدالة الحقيقية بساوي الدالة بصفر. يعني هقول له بوضع س تربيع ناقص 5 س زائد 4 بتساوي صفر. يبقى الس تربيع هتتحل من س في س، الأربعة كام في كام مجموعهم 5 4 في 1، والإشارات الكبير سالب والصغير ضرب الإشارتين يعني سالب. يبقى س ناقص 4 بتساوي صفر، يبقى س بتساوي 4، أو س ناقص 1 بتساوي صفر، يبقى س بتساوي. يبقى أنا كده جبت قيمة الس، طلع لها جذرين. هرسم خط الأعداد دالة س وس. هنا السالب ما لا نهاية وهنا ما لا نهاية. طلع جذرين عندهم الدالة بصفر، الجذرين هما معايا 4 و1، معايا رمز، هكتب كده 4 و1 صح؟ في مشكلة؟ المفترض الصغير هو اللي على الشمال، يبقى هنا 1 و4. يبقى مجرد ان انا اكتبهم على خط الاعداد ده على اليمين معناها ان ده الاكبر من اليمين. طيب هنا خط الاعداد مجزأ لثلاث مناطق، الطرفين والوسط ما بين الجذرين. الطرفين بيبقى مثل ولا عكس اشاره س تربيع؟ انا عندي س تربيع كانت في الداله اشارتها ايه؟ موجبة. يبقى هنا الإشارة موجبة، هنا الإشارة موجبة، في المنتصف سالب. يبقى أنا عندي الإشارة في المنتصف سالبة، في الأطراف موجبة. عايز أوصف الكلام ده، ابدأ بالوسط. دالة س سالبة عندما س تنتمي الفترة دي من 1 لـ4. طيب دالة س موجبة عندما س تنتمي، مين يقول لي الفترة؟ ناقص
ماشي. يبقى ح فرق المجموعات، ما اقولش ناقص ما فرق، يبقى ح فرق الفترة 1 و4. بس فترة مفتوحة ولا مغلقة؟ مغلقة. فترة مغلقة. يبقى ح فرق بكتبها فترة مغلقة. لاحظ إن إحنا في كل الإشارات بنكتب الفترات مفتوحة، ما عدا عند ح فرق بكتبها ح فرق فترة مغلقة. دالة س بتساوي صفر عندما س تنتمي للمجموعة 1 و4. كده أنا بحثت الإشارة. مثال آخر معايا، ابحث إشارة الدالة دالة س بتساوي 9 ناقص س تربيع. أول خطوة بساوي الدالة بصفر. 9 ناقص س تربيع بتساوي صفر. هنقل دي، يبقى التسعة بتساوي س تربيع، يعني س تربيع بتساوي 9. أخد الجذر التربيع للطرفين، يبقى س بتساوي موجب أو سالب 3. الدالة طلع لها جذرين، هنا دالة س وس، ما لا نهاية سالب ما لا نهاية. الجذرين السالب 3 و3 عندهم الدالة بتساوي صفر. نكتب على الأطراف موجب ولا سالب؟ سالب. ليه؟ معامل السين تربيع في الدالة سالب، معامل السين تربيع سالب، يبقى هنا مثل معامل سين تربيع وفي المنتصف العكس، يعني موجب. ابدأ بفترة المنتصف، دالة س وصفها موجبة عندما س تنتمي للفترة من سالب 3 ل 3. أبدأ أوصف الطرفين، في الطرفين بقول ح فرق، دالة س سالبة عندما س تنتمي للفترة ح فرق من سالب 3 ل 3 فترة مغلقة. دالة س بتساوي صفر عندما س تنتمي للمجموعة سالب 3 و3. ننقل للتمرين المثال ده وحلول التمرين التاني. ابحث إشارة الدالة دالة س بتساوي س تربيع ناقص س ناقص س. اتفضل. حل التمرين مع بعض. بيقول لي دالة س بتساوي س تربيع ناقص س ناقص س. عايز أحدد إشارة أو أبحث إشارة الدالة دي. أول خطوة بساوي الدالة بصفر، س تربيع ناقص س ناقص س بتساوي صفر. أحلل، يبقى س في س، الستة 3 في 2 عشان يبقى طرحهم 1. الشرط الكبير سالب والصغير سالب في سالب ومن. يبقى س ناقص 3 بتساوي صفر، يبقى س بتساوي 3. س زائد 2 بتساوي صفر، يبقى س بتساوي سالب 2. كده انا حددت الجذرين، برسم خط الاعداد. دالة س وس، هنا ما لا نهايه وهنا سالب ما لا نهايه. عندي جذرين على خط الاعداد، السالب 2 و3 عندهم الداله بصفر. خط الاعداد متقسم عندي لثلاث اجزاء. الاطراف بيكون مثل اشاره س تربيع. شرط س تربيع كانت موجبه، يبقى هنا موجب، وفي الأطراف سالب، وفي الوسط سالب. نبدأ بوصف فترة الوسط. دالة س سالبة عندما س تنتمي للفترة من سالب 2 ل 3. دالة س
موجبة عندما س تنتمي. كمل. فالفترة المغلقة من سالب 2 لـ3 دالت س بتساوي 0 عندما س تنتمي للمجموعة 3 وسالب 2. الكل ينقل التمرين. نكمل الأمثلة مع بعض. مثال 5، ابحث إشارة الدالة دالة س بتساوي س تربيع ناقص 6 س زائد 9. أول خطوة هتساوي الدالة بصفر، يبقى س تربيع ناقص 6 س زائد 9 بيساوي صفر. يبقى بالتحليل س وس التسعة 3 في 3 الإشارات الاثنين سواء، يعني القوس ده هيديني س ب3 والقوس ده بيديني س ب3، يعني الجذرين متساويين. يعني لو أنا حسبت قيمة المميز هتطلع بكام؟ صفر. طيب أرسم خط الأعداد سالب ما لا نهاية ما لا نهاية دالة س وس. الجذرين منطبقين على بعض، يبقى المنطقة اللي اختفت اللي هي مثل ولا عكس؟ العكس. كان عندي على الأطراف مثل معامل س تربيع وبين الجذرين عكس. الجذرين قربوا لحد ما انطبقوا وهم جذر واحد، يبقى منطقة العكس هي اللي اختفت. يبقى هنا مثل معامل س تربيع مثل معامل س تربيع، معامل س تربيع موجب، يبقى هنا موجب وهنا موجب. يبقى هوصف الكلام ده، هقول له دالة س موجبة عندما س تنتمي. مين يقول لي س تنتمي لإيه؟ سالب ما لنهاية بالمجموعة حرف فرق 3، حرف فرق المجموعة 3، يعني موجبة في كل خط الأعداد ما عدا عند الثلاثة. ودالة س بتساوي 0 عندما س بتساوي 3، وطبعا مفيش سطر هنكتب فيه دالة س سالبة لأنها مفيش أي وصف للسالب على خط الأعداد. مثال 6، دالة س هتساوي س تربيع زائد 3 س زائد 1 او زائد 5. عايزين نشوف بحث إشارة الدالة. اجي افكر في التحليل بعد ما حطيت الدالة بصفر، الاقي نفسي مش عارف احلل. يبقى استنى اشوف هل الداله دي ليها جذور حقيقيه ولا لا، بان انا اجيب قيمه المميز. يبقى المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 ا ج، الب ب 3 يبقى 3 تربيع 9 ناقص 4 في الالف ب 1، الج ب 5. يبقى 9 ناقص 20 يبقى سالب 11. واضح ان المميز كميه سالبه، اذا المعادله ليس لها جذور حقيقيه. ليس لها جذور ايه؟ حقيقيه. في الحاله دي ارسم خط الاعداد ادي داله س وس سالب ما لا نهايه وما لا نهايه. الدالة هنا مفيش جذور عشان احطها على خط الاعداد، يبقى كلها
مثل معامل س تربيع. كلها مثل معامل س تربيع، معامل س تربيع موجب يبقى كلها موجبه. واكتبها له واقول له دالة س موجبه لكل س تنتمي لحق. تمام؟ مثال اخير ولكن ده مثال بياني. اذا جاب لي شكل لدالة تربيعية بتقطع محور السينات عند الاثنين والخمسة، وقلت لك من الشكل المقابل دالة س عندما س تنتمي ودالة س سالبة عندما س تنتمي. الإجابة هنا هتبقى إيه؟ تعال نشوف طريقة الحل. أولاً آدي النقط اللي على الدالة. أي نقطة تعلو محور السينات فوق محور السينات الصاد بتاعتها موجبة، يبقى ده موجب. وأي حاجة تحت محور السينات الإشارة سالب. ارسم محور السينات تحت نسخة منه تاني تحت، ركز معايا. الخمسة هتنزل في مكانها والاتنين هتنزل في مكانها. عند الخمسة بالظبط الدالة بصفر، عند الاتنين بالظبط الدالة بصفر. واضح إن الأطراف مالها؟ يبقى هتنزل الإشارة هنا موجبة وفي الوسط الإشارة سالبة. يبقى لو جالي رسم بياني ده هي متحللة وجاهزة، ده مجرد بس أقراها من على خط الأعداد. هرسم خط الأعداد تحت منها، الأطراف اللي موجود فوق محور السينات يبقى موجب، تحت محور السينات يبقى سالب. يبقى هنا الدالة موجبة في الفترة أهو، هحفر الفترة من 2 ل 5 فترة مغلقة، وهنا سالبة في الفترة من 2 ل 5 فترة مفتوحة. مثال آخر لرسم بياني. دالة خطية وبيطلب مني أكمل دالة س موجبة عندما س تنتمي ودالة س سالبة عندما س تنتمي. احنا اتفقنا نحط الموجب والسالب على اي اساس؟ اللي فوق محور السينات يبقى موجب، يبقى المنطقة دي مالها؟ ودي؟ يبقى هنا موجب وهنا سالب. هرسم خط الأعداد تحت منه بالظبط وانزل التلاتة تحت منها. عندها الدالة بصفر، على اليمين الإشارات هتنزل سالب، على الشمال الإشارات هتنزل منها موجبة. يبقى الدالة موجبة في الفترة من سالب ما لا نهاية لتلاتة، وسالبة في الفترة من تلاتة لما لا نهاية. يبقى الدالة موجبة في الفترة من سالب ما لا نهاية لتلاتة، وسالبة في الفترة من تلاتة لما لا نهاية. وده تحديد الإشارة من على الرسم. ننقل وبكده احنا خلصنا درس إشارة الدالة. السلام عليكم.